نسوق سيك هذا الحمام وهذا المطبخ وهذا البيت وهذا الفراش وهذا اللباس وهذا الطعام كيفاه؟ ولا كاين ايادي امينه ترعاه لا يكرمهن الا كريم. اما اللئيم اللئيم فهو الذي يهينهن، يعرف يسب، يعرف يعاير، يعرف يبزق، يعرف يضرب، يعرف يشتم، يعرف ينتقص، يعرف يصيد في الماء العكر، يعرف يتبع العورة والزلة والخطأ. هذا وش يعرف يتبع؟ 50 سنة زواج ما تجيبش كلمة واحدة تاع مدح. الله يبارك، الدار راهي تشعليها. أدوية الدين ولا واش؟ هادو نساو ولا خليني؟ ما يقدرش يقول الكلام هذا. هذا يقولوا لصاحبته في الخدمة اللي تخدم معاه، يقول لك كيما انتيا كيما انتيا، وهذيك هذيك ضربك عليها العمى. أما صاحبتك اللي في الخدمة خدمت معها 20 سنة وده تحب تطلعها للسماء، كيما انتيا قليل نسا كيما، واللي راهي في الدار هذيك ضربك عليها العمى، ديك ما تقدرش تشوفها. كيما ولادك 6 وانت 7 وهي 8، دخل تشوف الدار، دخل. وهذو قبيلاني قلت لكم هذو ربات الحجور في البيوت اللي رافدين هذه المسؤوليه هذه. اليوم اسجد سجود الشكر، اشكر ربي على هذه النعمه تاع المراه الصالحه في بيتها. والصالحات حافظات للغيب بما حفظ الله، تحفظك، شوف، تحفظك في شرفك، تحفظك في عرضك، تحفظك في أبنائك وبناتك، تحفظك في مالك، تحفظك في بيتك. بنات الرجال، النساء الحرائر، ربات الحجور، منين هذا؟ أكرمها بدعوة وانت حاضر، ولا أكرمها بدعوة من وراء ظهر الغيب؟ صعيب هذا. باش تقول عن زوجتك اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، اللهم متعها بالصحة والعافية، اللهم أسعدها، اللهم وفقها، اللهم أعطيها الصحة والعافية، صعب أن تقول هذا؟ كسبها، تكسبها، تولي عبد بك الكلام. واسأل الرجال اليوم ما هو حديثهم مع نسائهم؟ اسألهم. من انتيا ما تفهمي والو انتيا؟ انتي حمار، انتي من جيتي انتيا؟ واش اكيد؟ الا السوء، الا السوء، الا الالفاظ البذيئه، الا الالفاظ الساقطه السافله الهابطه. وأين أنت من قوله عز وجل وعاشرهن بالمعروف؟ وين؟ كم أهديتها من هدية؟ كم تبسمت في وجهها؟ كم ذكرت مناقبها وهي ما تصلحش كامل؟ ولما حدثتنا عنها وقلت لنا هي ماهيش مستقيمة ماهيش ملتزمة، وأنت أصلح لنا نساءنا في بيوتنا، ربات الحجور، النساء تاع الديار اللي راهم رافدين هبالك وهبال ولادك وهبال المسؤولية تاع الدار، هما رافدينها وراهم في الدار. وربما تطلب مرة تقول لك واش كاش مكاين خرجة، ما تهضر المكان ما كاش راني مشغول ما كاش. صالح عزيزي يحب يخرج مع أصحابه تاع الخدمة مخلطين رجال ونسى، وين نروحوا؟ الحمام ريغا. شكون راكم رايحين؟ الخدامين والخدامات رايحين تحوسوا، رايحين نمزهوا، نديفوليو شوية، نبدلوا الجو. وهي لا ما كاش ما عنديش الوقت، هي ما تخرج.
حرام أن تخرج معك، حرام، حرام أن تخرج معك ومع الأبناء والبنات إلى الطبيعة، إلى الجبال، إلى الأودية، إلى الأنهار، إلى الأماكن المحترمة، إلى فسحة، إلى سياح، حرام هذا. اليوم باش تلقى نساء تاع الدار الله غير يحب لك وتبكر، واني عارف شنو نظر امرأة، ولا تشيبك قبل المشيب وقنعة والحمد لله وما عندنا شو يجيب ربي وإن شاء الله خير والمستقبل القادم إن شاء الله أفضل وربي يفتح وهون عليك، وإلا ما كلناش اليوم ناكله غدوة، وأصبر والدين هذاك النقص في المعيشة واقضي دينك. بنات الحلال، بنات الرجال الحرائر اللي تعجنوا في ديار الرجال، نهار يزوجك وراسه مرفود للسماء، وكان منهم اللي مات الله يرحمه، وانا عاشرت نسيب الله يرحمه، تعرفوه يعني، عاشرت نسيب 35 سنة بنته عندي، يوم 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 ساعة دقيقة ما قاليش كيفاش وعلاش. شم الأنوف من الطراز الأول، رجال تروح بنته تشكيله تقول له أراهي لدارك هذاك رجلك أو مات وعند ربي الله يرحمه ويستعلي، الله يرحم موتى المسلمين أجمعين. همة والراجل اللي يحوس يبني البيت نتاع بنته ما يهدمهاش، قول هذاك زوجك اصبري واحتسبي واليوم وغدوة، ويفرج رب العالمين. لكنه لم يسئ يوما إلى صهره ولا قال له كلمة ولا فيك ولا في اليد ولا رجال. أجيال عرفناهم، أجيال عرفناهم قمة قمة في الرجولة، وعندنا نسبان، عندنا نسبان، عندنا نسبان قمة في الرجولة. كيسلم عليك، يسلم عليك والله ما يقدر يهز عينيك فيك. وعليكم السلام ورحمة الله، واش راك بخير، واش تعبي الدنيا، ربات الحجور نسلي راهم في الدار، أكرمهم بدعوة صالحة. سوشتك من وراء ظهر الغيب ولا في وجهها، في وجهها المدح الثناء زوجتك. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له من أحب الناس إليك؟ من؟ قالوا عائشة صلى الله عليه وسلم. قالوا ومن الرجال؟ قال أبوها صلى الله عليه وآله وسلم. من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. ذوك الزوجة في القائمة هي الأخرى كاع تاعت كاع. من أحب الناس إليك؟ عائشة. من الرجال؟ أبوها. حرام تحب نسيبك، يقول لك هذا تاع نسابه، شياب تاع نسابه، فينا غير النقص وفينا غير الرذيلة وفينا غير المستويات، هذاك تاع نسابه، هذاك هكذا يدير له، هكذا يدير، يقول له هذاك تاع نسابه، ونسابه هذو يهود ولا نصارى، نسابه هذو عديان، نسابه هذا بابات الزوجة نتاعو وهذه يمات الزوجة نتاعو، ومن بعد نسابه. قال ومن الرجال؟ قال أبوها. وكان يقول لهم كيجمعهم يقول لهم خيركم لأهله، وكان يقول لهم وأنا خيركم لأهلي. وقالوا كي تمدوا الصدقة، تمد لهذا وتمد لهذا وتمد لهذا، قال وأفضلها، أك مديت الفقير ومديت وليد عمك ومديت الفلان ومديت
قال وأفضلها ما كان في أهلك. أفضل نفقة تنفقها ما كانت في أهلك، في زوجتك، في أبنائك، في بناتك، أفضلها عند الله. هو الإسلام الصحيح، هاي الصورة الصحيحة عن الإسلام، الدين الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.